مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن مختطفي الثورة وما يدور في أماكن الاختطاف. كنت توقفت عندك دكتور، كنت تحدثنا عن هذا الشخص الذي ربما يعني هو قد يكون أقل عناء وعذابا من ما يلاقيه شباب الثورة. ماذا إذا ما سألنا عن معلومات عن هذا الشخص؟ يا أخي الكريم، هذا المساعد أحد أفراد اللواء 63، رفض ذنبا ورفض أن يكسف 63 حرس جمهورية المرابط في بيت دهرة. هذا اللواء الذي عادة ما نسمع أنه ليل نهار يمطر أرحب وبني جرموز بالضبط، هذا رفض أنه يكسف القرى، رفض أن يكسف البيوت الآمنة. قال ما يمكن نحن نكسف القرى والبيوت والنساء والأطفال. وقفوا مرتباته ثم اعتقلوه، واتهموا بتهمه يعني عجيبه جدا، انه يشتي يعني يسرق دبابه، الناس يسرقوا مسدس ولا آلي، هذا يشتي يسرق دبابه. ليس هو الحاله، يعني احنا اثبتنا هذا نموذج يعني. هذا نموذج. هناك عقيد ايضا تم تعذيبه تعذيب شديد وبشع جدا جدا، وهناك ايضا ضابط اخر معه، وهناك هذه الحالات التي اثبتناها اثبات قانوني. هناك انباء عن 17 حاله لافراد وضباط ايضا في هذه الالويه التي يعني التي هي في اشتباك مع المواطنين. يا اخي الكريم، انا اريد في هذه النقطه دكتور، يعني هل هناك تعاطف من زملاء مثل هذا الاخ او غيره؟ تعاطف من زملائهم يا اخي، هؤلاء يعيشوا مع بعض وياكلوا مع بعض، لكن وقت أن يعني يحصل مثل ما يحصل للأخ، هل هناك من تعاطف مثلا بعضهم؟ الذي بيتعاطف معهم يذوق أصناف العذاب والتنكيل. في أحد أخبرني أحد المعتقلين بعد أن يفرج عنه، قال في أحد العساكر تعاطف معه واحد من الضباط، أعطاه التليفون يتصل فقط، فقط التليفون فقط يتصل. وضع العسكري هذا الجندي وضع على باب الزنزانة، وظل الجنود والحراس والكذا كلما دخلوا يطأوه بأقدامهم، وكلما خرجوا يطأوه بأقدامهم. هذا كأقل تعذيب. يعني يا أخي الكريم، المشكلة أنه بتوجه تهمة الخيانة، تهمة العمالة، تهمة لكل من عنده ضمير، وكل من عنده إحساس، وكل من عنده ذرة إنسانية. المشكلة مش بس في هذا يا أخي، في شباب الثورة. أنا جاءني أحد شباب الثورة الآن عنده إصابة يعني دائمة في العمود الفقري من التعذيب. هؤلاء الذين يفرج عنهم، الذي يفرج عنهم أيوه، إما أن يكون مصاب مثلا مصاب. نعم. أو نعم، يعني رصدنا إحنا في مناطق رحب وبري جرموز 3 حالات جنون، وحالة إصابة إعاقة دائمة في السمع، في النطق، بسبب التعذيب الذي في فمه. يعني واحد من المعذبين تم ربطه في فمه لجام مثل الحمار صانكم الله، باللجام إلى الهوزر، إلى المدفعية، والمدفعية تقصف وهو مربوط عليه، فكان يأخذ المدفع ويرده، وحتى سار الدم من دمه من فمه. أحد المعذب، أحد المعتقلين الذي مات يحيى هادي الحامس، هذا أطلق عليه النار في أرجيله ثم في رجليه، ثم وضع في الزنزانة، ظل أسبوع كامل في الزنزانة دون أن يجرى له أي إسعافات أولية. يقول أحد الشهود الذي جاء بلغناه يبكي، أنا أول مرة أشوف رجل بشنب كبير طويل عريض لما يتكلم يبكي من القهر. قال يا أخي هذا طلعت رائحتها المعفنة، جيفت الجراح، حتى ما قدرنا أن احنا نجلس في الزنزانة معه، اضطرينا نشله جنب الباب ونصيح وندق ونظاهر على أساس أنهم يخرجوه من عندنا، لأنه جيف ما عاد قدرنا نتحمل من الجيفة. المواطن علي أحمد داود أحد أفراد الحرس الجمهوري، هو منه اعتقل في نقطة 63، أفرج عنه قبل أسبوعين تقريبا. أنا لما شاهدته حقيقة ما صدقت، قلت هذا من القرن الحجري، شعره أصبح له هنا ودقنه له هنا، والقمل يعني قال كنا نرمي الثيابات حقنا ويدوا لنا يلا بعد شهرين 3 أشهر بعد شهر ثيابات جديدة من البيت. يعني عذبوا بالكهرباء، عذبوا بالصعق. أقول لك وسائل التعذيب التي أحصيناها يعني وسائل ما قد سمعنا بها من قبل أبدا. أنا ما كنت أتخيل، لولا أنني وثقتها أنا بنفسي ما كنت أتخيل أبدا. يعني عملية الإعدام الوهمي، هذا الإعدام الوهمي كان يأخذ المعتقل ويعصب على عينيه، واحد يشده والثاني يجذبه، هذا يقول ارميه في البير وهذا يقول لا، ثم يرمى به من درجة بسيطة أو تكها وكذا، فيظن المعتقل أنه سقط وسط البير.
يأتي بالرصاص الصوتي ويضع البندق في جبهته ويقال له انطق الشهادتين، قل ما في نفسك من كلام إذا كان في نفسك كلام، ثم يطلق الرصاص. يقول لي واحد من المتقلين قال ضللت وأنا حالي ساعة وأنا صدق أسأل نفسي أنا بخير، لا مش بخير، أنا رموني أنا قتلوني. دكتور نحن نتحدث عن هذه كلها، لماذا لا يعني لا يعقد مؤتمرات صحفية لهؤلاء الذين عذبوا ويبينوا للرأي العام؟ نحن عقدنا يا أخي مؤتمر صحفي في حفل الإشهار بحضور وزيرة حقوق الإنسان، حضرناه محمد شايف دهره، هذا 23-24 سنة تم أخذه من كما ذكرت وعذب وفقد الذاكرة، وتشوف الحروق والأثار العذاب للآن، لا يعرف من الدنيا إلا اسمه محمد وجه أخي. وحضرناهم في وجود المنظمات الحقوقية، في وجود وزيرة حقوق الإنسان، أحضرناهم في أكثر من مكان. المشكلة ما هي إشكالية، مشكلة أنه فيها الناس يعرفوا أنه موجود، بس من يتفاعل؟ أخي أنا أقول تحولت المنظمات الدولية كما قال الأستاذ إسماعيل، هم بيرصدوا فقط، احنا بنرصد ونوثق وهم يأتوا ياخذوا المعلومات منا. نحن نريد عمل فاعل، نريد مؤتمر وطني كما حدث في ليبيا عن التعذيب. احنا في 26/6 في اليوم العالمي لمناصرة التعذيب عقدنا ورشة عمل كان بحضور الأستاذ عبد السلام سيد أحمد مسؤول حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقدنا هذه الورشة وبحضور الهيئة العامة لمعتقلي الثورة وبحضور المجلس العام للمعتقلين وبحضور الأستاذ إسماعيل الدلمي والمنظمات الدولية المهتمة، وبينا بعض أساليب وسائل التعذيب الذي تعرض لها الناس. يعني أساليب يا أخي بشعة. دكتور إذا ما سألناك عن هذه الوحشية، هذا التعامل، نحن في بلد يعني مسلم، يعني هل وصلوا إلى هذه الدرجة من القسوة ومن العنف؟ حب السلطة يجعل الأخ يقتل أخيه والابن يقتل أباه والأب يقتل ابنه، ما بالك ناس يعتبرهم من لا شيء، خاصة الذي هم ليس وراءهم قبيلة كبيرة تتحرك وراءهم وليس معهم قطاع طرق ولا قطاع كهرباء ولا شيء، هذا لا بيعذبوا تعذيب شديد جدا جدا. من يعلمون أن لا قبيلة وراءه وأن لا حزب وراءه وأن لا مجتمع وراءه؟ من ما بيشوفوا أنه مسكين من منطقة مسكينة بيعذب تعذيب شديد جدا ويلفق له أبشع التهم؟ يا أخي الكريم هؤلاء انتزع منهم أنا الرحمة والإنسانية. يعني سأعرض لك صور لو سنترك إن شاء الله إذا ما تبقى وقت، لكن نذهب إلى الأخت أم هشام. أثناء ما زرتي الأخ محمد، يعني هل حدثكم عن حياته اليومية، يعني عن أبسط الحقوق، يعني كيف يعيش الأخ محمد هناك؟ بالنسبة في الأمن القومي في البداية كان ماذا حدثكم؟ يعني أريد أن أسمع منك ويسمع المشاهد الكريم عن بعض من هذه يعني إضافة إلى الحرمان من الأبناء من البيت، ماذا يجري هناك في السجون؟ يعني كانوا يعذبون في السجن الأمن القومي، كانوا يضربونهم يهينوهم. حدثت عن معاناة مثلا؟ معاناة في الأمن القومي كانوا يعذبوه، يعني ضرب، إهانات بالكلام، السب، حتى أنهم كانوا يحبسوهم في سراديب مظلمة يعني تحت الأرض، ما يقدروش يشوفوا أي حاجة، لا يعني نظافة لا أكسجين، يعني لدرجة أنه كان عيعمى ما كانش يشوف أي حاجة، الملابس اللي فوق تعفنين، جسمه التهب كله، الأكل كان يأكلهم مقيدين، يعني يجي لهم أكل وهم في ظلام ما يعرفوش أي حاجة، ما يعرفش حتى الأكل اللي بيأكلوه نظيف أيش الأكل اللي بيأكلوه. يعني بالنسبة للأمن القومي، بالنسبة للأمن السياسي يعني أحسن الآن، يعني ربما الأمر أخف أكثر، يعني أخف من الأمن القومي، لكن يبقى الألم ويبقى الحسرة على فراق الأبناء والآب والبيت طبعا. طيب الأثر الذي تركه الأخ محمد في أوساط الأسرة، ما هو الأثر؟ يعني الوالد، الوالدة، الأبناء، كلهم افتقدوا والده، والد أطفاله، يعني عام كامل وهو مش موجود بيننا، يعني أبناء بحاجته، أسرته بحاجته، يعني احنا نطالب بإفراج عنها. الوالدة موجودة؟ موجودة، أيوة والدتها موجودة، أيوة والدتها موجودة. كيف هو شعورها الآن؟ يعني تظل تبكي دائما دائما تبكي، حتى أني كانت تبكي لما اختفى صوتها من كثرة البكاء علي، يعني ما كانتش تقدر تاكل، ما كانتش تقدر حتى تنام، النوم ما كانت تقدر تنامه، لما تعبت يعني كان يرتفع دائما عندها الضغط، تعبت كثيرا، حتى أنه كان يبقى عندها السكري،
من شدة ما كانت تظلي تبكي عليه وتت... الأبناء أمورهم تمام، تمشي الدراسة؟ الحمد لله، الحمد لله. يدرسون. دكتور، يعني الأثر لم يعد على الشخص ذاته، يعني على المختطف، الأسر أيضا يعني. صحيح. أنت أردت أن تضيف بعض الصور كما قلت، أو فيما يخص التعذيب، فيما يخص لنضع للرأي العام، أن يعني كما قلت، لأنه نحن بحاجة إلى مؤتمر فعلا، وأن يلتف أبناء اليمن جميعا حول هذه القضية. بالضبط. هي المعاناة ليست معاناة فقط الشخص ذاته، العذاب والألم النفسي عند الأسرة نفسها. هناك من الأمهات من فقدت بصرها من كثر بكائها على أبنائها. هناك من الأبناء من أصيب بحالة نفسية. هناك من المعتقلين، احنا رصدنا محاولة 3 من المعتقلين الانتحار بعد الإفراج عنهم نظرا للحالة السيئة التي وصلت إليها أسرتهم. تمام. يعني هناك حالات ابتزاز تمت للأسر، بعض الأسر باعت ذهبها، بعض النساء باعت ذهبها وباعت ما تملك من في محاولات ابتزاز من قبل الأجهزة الأمنية. ادفع مليون واحد من أبناء مناطق نهم وأرحب بني يرموز دفع 3,500,000، وبعضهم كان يطلب منهم 2 مليون، وبعضهم مليون، وكانت تدفع الأسرة تبيع الذهب، تبيع الأموال اللي معها من أجل أن يخرج هذا، وفي الأخير تطلع القضية كذب. يا أخي الكريم، حالة التي رصدناها حالة مؤلمة. تخيل أطفال في بني جرموز يدخلهم لداخل المعسكر، يطلقوا عليهم الرصاص أمام، يعني وهم أطفال، كان يطلقوا الرصاص على سيارة وعليها فوقها أطفال، يعني على متنها أطفال وأبيهم. الأب حاول يعني من أجل أن ينبه الأطفال. دكتور، أنا أرى هذه الورقة، ربما ما أدري ما الذي فيها، إذا المشاهد ربما يريد أن يسأل عن هذه، إذا كان هناك إحصاءات أو أرقام. هذه يا أخي الكريم طرق التعذيب التي رصدناها، يعني طرق التعذيب الذي تعرض لها المعتقلين من شباب الثورة. بإيجاز يا دكتور. بإيجاز الضرب الشديد والسحل والسحب أثناء اعتقالهم، السب طبعا والهتك العرض، منعهم من الاتصال بأهليهم لشهور وإخفائهم تماما، وهذا عامل شديد جدا، منع الزيارة عنهم، تعرض بعضهم لعمليات، الكثير منهم لعمليات الصعق بالكهرباء، أحدهم صعق في أعضاء التناسلية وهو الآن فرصة الإنجاب عند الصفر، منع الأكل والشرب عنهم. تخيل أنهم يعني يسجنوا في زنزانة متر في متر، وهم مثلا 4 5 6، يبول في مكانه ويشرب في مكانه ويتبرز في مكانه، حتى بعضهم منع عنهم الماء والأكل حتى شرب البول. يعني عمليات إعدام وهمية، عمليات إعدام وهمية عن طريق إطلاق الرصاص الصوتي. هذه شهادات من كانوا موثقة عندنا، هذه شهود موثقة وشهادات واعترافات ممن خرجوا من السجون وممن كانوا في السجون، وكل من خرج بيأتي إلينا بيوثق شهادته موثقة بالصوت والصورة. احنا ممكن يعني لولا أنه الجانب القانوني والجانب النفسي والشخصي موثقة عندنا بالصوت والصورة، وموثقة عندنا ومبصمين عليها هؤلاء الذي تعرضوا لهذا. الحبس الانفرادي في أماكن وسخة وقذرة، الحبس مع المجانين، تخيل واحد يدخل في مكان مظلم من متر في متر ويلقى 2 مجانين يتبرز فوق نفسه، يأكل فوق نفسه، يعني وأكل يعني أكل شديد الكراهية في رائحته ومذاقه، يسبب الإسهال، ما يجد يعني أشياء يا أخي، والله لولا أنني سمعتها أنا بنفسي، ولولا أنني كنت أراهم يبكون عندما يتكلموا، ما صدقت أن هذا يحدث عندنا. ومع هذا، هل سيمر هؤلاء المجرمين سيفلتوا بدون عقاب هكذا؟ يعني أقول لك، هذا هو السؤال يا دكتور، هذا هو السؤال الذي نسأل الحقوقيين ونسأل القانونيين ونسأل أيضا جهات الاختصاص، نسأل الحكومة، الوفاق، الوزراء، يعني ما هو دورهم؟ أين دورهم فيما يحدث وفيما نسمع وفيما يسرد ضيفنا هنا في الاستوديو من يا أخي الكريم تفاهم. أنا أقول أن هذه إذا لم يكن هناك مساءلة قانونية ومحاكمة عادلة لمنتهكي هذه المرتكبي هذه الانتهاكات، هذه ستولد العنف. هناك من المعتقلين من يخرج وهو يعني مستعد أن يفجر نفسه بشكل ما تتخيل. بعضهم كان لما يأتي ويشكي لنا حالته يدخل في نوبة بكاء هستيري مما حدث له. يعني فعلا إذا لم يرى هذا المجرم الذي صعق بالكهرباء، الذي يعني بعضهم انتهكت أعراضهم يا أخي، بعضهم انتهكت بشكل مخيف. يعني أحد المعتقلين دخل عندنا، يعني يجي عندنا يقول دخل أحد يدخلوا لعندنا أحد المعتقلين من الشباب الثورة، عادوا شاب هذا، ويقال هذا لكم، اعملوا به ما شئتم. ها إيش الجريمة هذه؟ فيخرج إذا لم يرى بعينه العدالة الانتقالية تتحقق
بمحاكمة هؤلاء المجرمين، إحالتهم إلى المحاكمة العادلة، بتطبيق القانون عليهم، ستتحول هذه إلى قنابل. الآن إحنا عندنا كم من الأمراض النفسية من المعتقلين؟ ما تشاهد واحد معتقل إلا وتعرفه من سيما وجهه أنه عنده حالة نفسية، نعم، من شدة ما تعرض له من أهانة، من ضرب، من هتك عرض، من تجويع، من خوف، من رعب. بعضهم يأتي الحالة النفسية مجرد ما يذكر الكلام، يعني عندما جيت تقول له احكي لي قصتك يدخل في حالة نفسية، لا يستطيع أن يكمل الحديث طبعا. أكيد يعني. طيب ما أدري، ذوي المختطفين التقوا برئيس الجمهورية مؤخرا، هل كنت معهم أختي أم؟ كنت معهم في هذا أم هشام طبعا، كنت معهم في هذا اللقاء؟ التقيتم برئيس الجمهورية؟ أيوة، التقى والده والد الأخ محمد. أيوة وإخوته التقوا برئيس الجمهورية. ماذا كان رده؟ يعني أمر بإطلاقهم، يعني أمر أيوة وجه بإطلاق المعتقلين. أيوة فلم يسمعوا كلامه. ما أين من يتابع هذا التوجيه؟ يعني هل لكم محامي مثلا؟ ايوه في محامين. ماذا يقول لكم يعني؟ يعني يعملوا على انهم يحاولوا انهم اخراجه، اما انهم يسمعوهم انه يخرجوا ما يخرجوش، بس يعملوا يعني يعملوا جهدهم على اخراجه، وعلى انه يصدر يعني قرار رئيس الجمهورية. استبشرتم خيرا يعني عندما فرحنا. احنا فرحنا الجمهورية. طبعا وجه ايوه فرحنا، لكن للاسف ما فيش، يعني وجدنا انه ما فيش اي هذا. الأخ محمد سمع بهذا الكلام؟ أيوة سمع وفرح، فرح بهذا الكلام، وكان يعني حسيت أنه تهلل وجهه، يعني فرح أنه عي هذا، بس ما فيش يعني أي خبر ولا أي شيء لحد الآن. دكتور كما تسمع، يعني هل هنا جدية؟ هل تلمسون جدية من الجهات المختصة؟ أم أن الوقت يعني يمر والناس بهذه الحالة؟ ليست هناك جدية حقيقة. يعني أنا أقول لك بصراحة، أنا ومن هنا أطالب وزيرة حقوق الإنسان، وأطالب وزير الداخلية ووزير الدفاع، وأطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أن الذي لا يستجيب للتوجيهات الإخوة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأجهزة والإخوة الوزراء، أنه يتم إعلان على الملأ أن هذا متمرد على الشرعية. هناك أمر، أنا كان عندي معتقل الأمر معي 3 أشهر، وأنا أتابع أنا والفريق القانوني 3 أشهر أمر الإطلاق، وهم يسوفوا لنا وبكرة بعد بكرة بعد بكرة بعد بكرة، تمام. في الأخير لما جد الجد قالوا مش موجود عندنا، لما أثبتنا على ذلك، لولا أن أهالي هددوا بنصف الكهرباء وقطع الطريق أنه ما خرج الأمر القانوني بالله وشرب ما. يا أخي الكريم، هناك مافيا في الأجهزة الأمنية، هناك مافيا يجب على الناس التحرك. انا ادعو لمؤتمر وطني، وادعو اهالي الضحايا الى يعني ان تتحد رؤاهم. انا ادعو ايضا المنظمات الحقوقيه المهتمه بهذا الجانب، وادعو المكونات الثوريه، الهيئه العامه للمعتقلي الثوره، ومجلس معتقلي الثوره، وملتقى المعتقلين، وكل هذه المكونات والمنظمات انا ادعوها جميعا الى مؤتمر وطني جاد، والضغط على الاجهزه الامنيه، رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزيره حقوق الانسان، ويعني الذهاب الى الاجهزه الامنيه إذا لم يتم إطلاق سراحهم أو إحالتهم يا أخي إلى محاكم متخصصة، محاكم عادية. أما أن يأتي بعد ما يتم اختطاف المختطف وتعذيبه وإنهاكه وتعذيبه وآثار التعذيب ظاهرة، لو رأيت الأخ عبد الملك اليحيسي وأنت تراه في آثار الحروق على جسده تقول هذا كان في سجون إسرائيلية. لو رأيت محمد هادي عيسى، لو رأيت محمد شايف دهرة، لو رأيت كثير من صدام الشايف والذي وجد نفسه في عدن، طيب هؤلاء كلهم. أنا أدعو الجميع إلى أنه نتوحد ونقوم بالضغط، إما أن يفرج عنهم أو يحالوا إلى محاكم عادية، مش محاكم يعني عندما يعجزوا عن إثبات التهمة. له أقرب تهمة هي جامع الصالح، أنها حادثة النهدين أو القاعدة، وإذا دخل في القاعدة فكبر عليه 4 في 4. لا ما ينبغي أن يتم. يعني أفهم من كلامك أن هناك تحول البلد أكثر من محافظة إلى سجن يعني. طبعا طبعا، يعني صدام الشايف يختطف من شارع القيادة، من صنعاء، ويجد نفسه في عدن، يعني مرمي هناك بعد شهور، لأنهم ما وجدوا عليه أصلا، ما فيش عليه تهمة أصلا، فقط انه من شباب الساحه، ولانه ابوه من المناصرين للثوره، فبيرموهم زي مثل ابناء الحرام اللي تجي يعني امام المساجد. هذه قضيه خطيره يا اخي، هذه قضيه خطيره جدا. ينبغي انا اقول، من كان في قلبه انسانيه، من كان عنده حس ثوري، على الاخوه المتحاورين، على الاخوه الذي بيدعوا للحوار، والاخوه الذي بيجلسوا لطاوله الحوار، ان يضعوا المعتقلين
يا أخي الشهيد اللي بيموت احنا قد دفناه وقد يعني عرفنا مصيره، لكن المعتقلين والمختفين قسريا هؤلاء هي الكارثة، هي القنبلة الموجودة، ينبغي أن لا نغفلهم. يا أخي لا يجوز الآن لحد الآن في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي في عمليات اختفاء وعمليات اختطاف وتهذيب لشباب الساحة. هذه إذا كان لك دكتور رسالة أخيرة في هذا اللقاء باختصار الوقت يدركنا. أنا رسالتي إلى أولا إلى المنظمات المجتمع المدني وإلى المكونات الثورية المهتمة بالمعتقلين، تعالوا نوحد صفوفنا ونجمع إحصائيات كاملة متكاملة، ولا نكتفي بعمليات الرصد والتوثيق بل نتابع حتى نخرج المعتقلين. ورسالتي لرئيس الجمهورية أن هؤلاء هم الذي شباب الثورة هم كانوا سببا في صعودك رئيس الجمهورية. باسندواه هم شباب الثورة، هم كانوا سببا في أنك كنت رئيس الوزراء. حورية مشهور شباب الثورة هم السبب في أنك وكنت وزيرة حقوق. وقس عليهم نعم. بقية الله، فاتقوا الله في هؤلاء الذي يعذبوا نعم. الذي الآن بلا أكل بلا شرب بلا فراش، تنتهك أعراضهم، تعذب أجسادهم، نفسياتهم منهارة، أسرهم مشردة، أطفالهم في حالة يرثى لها. لا بد من توحد الجهود، وأدعو كل الخيرين وأدعو كل المهتمين إلى مؤتمر وطني حول التعذيب وحول المعتقلين، نوحد في صفوفنا ورؤانا ويعني نخرج هؤلاء نخرجهم من محنتهم. أتمنى أن تصل هذه الرسالة. أخت أم هشام إذا لك رسالة أخيرة في هذا اللقاء تفضلي. رسالتي إلى رئيس الجمهورية والمنظمات الحقوقية، نرجو منهم بأن يخرجوا المعتقلين من السجون لأن أطفالهم أسرهم بحاجتهم، فعليهم أن يخرجوا المعتقلين من السجون. هذه رسالتي. نتمنى أن تصل هذه الرسائل إلى كل المعنيين، وسيظل المختطفون يعني حديث ذو شجون، وهذه المآسي ربما يغيب الكثير. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي هنا أم هشام وهي زوجة المختطف محمد الأسعدي، وأيضا الشكر للدكتور عبد الله الشليف رئيس منظمة رقيب حقوق الإنسان، كما أحيي هذه الطفلة الرائعة دعاء محمد الأسعدي التي هي بالفعل تتمنى أن يفرج عن والدها في أقرب وقت، وأن يكون رمضان الذي كان بالعام الماضي موسم اختطاف أن يكون هذا العام عام لقاء وجمع بكل المختطفين إن شاء الله تعالى. أشكركم مشاهدينا الكرام أنتم على تفضلكم بالبقاء معنا حتى الملتقى في حلقة الغد أو حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.